السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هسه احنا يوم مجمع الاندلس بشارع الضباط، منا نسوق الكم ومنا قبل العظمية وجامع العساف. هذا مجمع الاندلس تلقون به جميع انواع الملابس، رجالي نسائي اطفال، شو تريدون تلقون به. شوف هذا 1 2 3 4 طوابق، تعالوا نشوف شنو الاسعار البي وشنو الشغلات البي. لا تنسونا باللايك والاشتراك. شوف هسه احنا هنا عندنا السيتات مال النوم، تبدي منا وانتم رايحين. شوفوا حتى الاسعار مالتها، هذا 12000 اللي بصفه كم؟ 12000. هاي الالوان اللي يبي، هاي نسائي كله على 12000 يجي كامل هو والبجامة مالته، والوانه منه للأخير هواية الوان بي. هاي كل نسيتات مال النوم، والسعر مثل ما قلت لكم هذا 11000، بس هذا قماشته تختلف عن ذاك. هذا بيش، هذا هم 11000، دني ب 12، دني ب 11. وعدكم هاي الدشاديش، هاي سعرها والله ما اعرف، ما مبين سعرها شقد. 27000. هاي الالوان مالتها، هاي كل هالوان، وهاي من جوا، هاي طبعا القذيفة، هاي او قذيفة ما اعرف شو يسمونها. شنو الولد هذا كاشا؟ كلها دشاديش. الأسعار كلها مكتوبة بهذا الكرت اللي شوفتكم اياه. أشكال وألوان الدشاديش. زين، وهاي عندكم هنا كافة الموديلات عندهم والألوان، شو تريدون عندهم من دشاديش وهواية. بعد باقي الطوابق عندهم، هاي تموت هاي. زين، وعدهم هاي هيك بديات تجي. شوف عندنا هذا، هذا ب 18500. زين، هذا ب 20000. زين، وعدهم هذا يجي شلون التراك او هيك، جات سعره 20000. يجي بجامة هذا، ويجي مالت البادي نموذج معروض من يمهن، هذا وهذا، وهذني ألوانه، وهذا يختلف لونه. هذا هم يجي تراك كامل، وسعره 17000. هذا باقي بيه بس لونين، يعني هذا لون وهذا لون، وهاي باقي البوديات. شوف عندكم هسه هذا، هذا ب 14000. هذا اللي بصفه ب 17000. هاي تراكات، هذا وهذا معروضات. هذا بيش
ب 17 هذا هم 17000 وهاي الوانه هذا الوردي زين هذا بيش هو هذا ب 16.5 هاي الوانه وهذا هو عندهم هواية يعني تراتات نسائية هسه راح اجيكم هم اكو رجال عندهم هذا ب 17 يعني اسعاره كلها راح تلقونها بالبس هو يعني اقوى تراك قد ب 20000 شوف هاي عندكم باقي التراكات وهاي هنا مثل ما قلت لكم هاي كلها جوا تراكات وفوقاهم مثل ما صورت لكم الدشاديش زين والاسعار قلت لكم يعني شوف ما يعبر عن 20 هذا 19.5 20 17 زين وهاي البجايم من ناهيش صورتن لكم عندهم هاي ايضا تراكات على 12000 زين هذا 12000 منا هذا هنا هاي الالوان مالته زين هاي كل الالوان زين وهاي هنا هذا هم 13000 هم متراك هذا زين وهذا هنا هم قلت لكم عليه بل 12000 عندكم هذا 13000 هاي وين كلنا يم الاندلس هذا يجي مجام تلونيا ومن جوا لاستيك وهاي الوانه زين طبعا الولد مجنونين انا واحد جاي شوف هذا يجي بيه هيك حركة عندكم هذا زين هذا همين عندكم ب 13000 هذا همين ب 13000 عندكم هاي سويترات هاي السويترات على 14000 سويتر اتراك زين كلش حلوات والوان هواية يعني شوف عندك هذا لون هيك موديل هذا هيك موديل هاي وين كله من اندلس فشي خرافي والله تراكاتي موت شوف هذا الاصفر طبعا هذا الاصفر وبي بي الوان بقى بيعدك هذا لون عندك هذا لون زين وهذا مثل ما قلت لكم هنا الالوان مالته طبعا ما حد بهواية شغلات شوف عندكم هاي كلها تراكات زين تراك السويتر هذا زين بقى هذا يخبى هذا بعد احلى منه هذا فد شي هاي شوف الاسعار 13000 زين هذا 11000 زين والى اخره وهاي هنا هم باقي الدشاديش شوف عندكم هاي الدشداشة ب 15 زين هاي الدشداشة ما كاتمين سعرها زين لا مكتوب ايش قلت هاي 15000 زين هاي باقي الدشاديش هاي هنا هم دشاديش نسائية همين اسعارها مثل ما قلت لكم معروفة هذا هنا روب
روب بسعره 16,000. يبدي منه هاي الوانه زين، وهواي موديلات بي كله على 16,000 زين. هاي كلها الوان، وهاي هم بقية الالوان اللي بي. هذا روب حمام، وعندكم هاي دشداشة قصيرة هم بيها الوان بيش 18,000. هذا هنا هم روب، بس هذا روب خاونا ضخيم كل شي صير، سعره 29,000 كلش ضخيم. هذا بهيج لون، بهذا اللون الماروني، وهذا اللون الاصفر الورا، وهاي هنا هم بقية الدشاديش اللي هذا بس الطابق الارضي، يعني كل هذا بس طابق. ب 15,000. هاي هنا هم روبات، الروب اللي قلنا لكم بهم بي نوعيات. هذا هم خاوي يصير زين، هذا سعره 16,000 بس ذاك أضخم من هذا مقارنة بذاك. هاي هنا عنده وجاين 4,000 دينار، بس هاي صغيرة يعني أولادية، هي تجي 6 رايج. هاي هنا لهم بجاي. هاي على شقد البجامة؟ هاي 4.5. هاي على 4,500، وهواي بيها الوان، هاي كلها الوان. وهاي هاي على شقد؟ هاي 6,000. بس ها ترى الخامايا مالتها فد شي زين. هاي من 4 وديك ام 6، وهاي بيها الوان هواي زين. عند هذا يعني بجامة بنطلون، لأن يجي بيه تشو يجي بيه هاي السوالف، سعره 4,500. هاي كلها ألوانه، شوف هذا 4,500. هاي هنا تراكات، هاي كلها تراكات على شقد؟ على 19. هذا الاخ على 19. هاي مثل ما قلت لكم، شوف قلت لكم يعني التراكات مناسبة ما يصعد 20. شوف يعني ها عندك هذا 25، هذا رياضي وضخيم كلش ضخيم وبي. طبعا هذا اللي من احكي لكم عليه يعني بي بعد الوان، شوف واي الوان بي مالتنا. بس واحده اطلع لكم المعروض، هاي كلها تراكات من هنا للأخير. بقى عندك هاد 14,000. وجميع شوف هذا 17، هسه هذا اكسيل لارج، جميع القياسات، هاي جميع القياسات بي. انا على 14. هاي سويترات، هاي هنا كليترات او برنيطة انتم شو تسمونه،
أشكال وألوان. وأعتقد هذا بيسعر لو ما بي 3000 دينار. هاي أنواع وأشكال عنده. هو المحل ما شاء الله متكامل. هاي هم شو اسمه عنده على 17.5 وعلى 18.5. هاي هم عنده منه وللأخير أشكال وألوان اللي تريدونه. يعني محل ما شاء الله عليه. يعني اللي يطب يمه ما يدوخ. شنو لبالك تلقاه. نساء رجال أطفال. شوف منا للأخير عدنا. وجميع الألوان. والأسعار روعة. وهاي هنا همين التراكات اللي قلت لكم عليها عنده منا لنهاية المحل. منا هم التراكات. شوف هاي كلها تراكات والأسعار خيال. يعني ما شاء الله عليه. شوف السهار 12000. فقلت لكم يعني أنا إذا أكثر واحد واحد المقطع ما يخلص. الدنين اللي قلت لكم عليهم همين عندي. هاي كلها تراكات اللي قلت لكم عليها والأسعار حلوة. يعني ما عليكم بس تجون والولد يسهل لكم بالموضوع. بس هذا شنو هذا؟ هاي تلبسه وتلم السيفون وراها. شوف هذا سعر 10000 دينار. هذا من سعره 10000 دينار. هاي مدن امهات العشر. عنده هاي من 7000 لـ12000 حتى احذية تلقون عنده. مدرسية شبابية بناتية ولادية شنو اللي تريدون تلقون عنده هنا. هاي تكرمون بالنسبة للأحذية. وهاي هنا من الشحاطات والشباش. هنا عندهم من أحذية كرم السامع. هم عنده أنواع يعني نوعيات هواية. هاي عنده نوعيات هواية. هاي كل وهذا عرض خاص 500 دينار. حتى 500 عنده. بس هاي جواري القدم. هاي هنا هم عنده شحاطات على 3000 عرض خاص. وذولي هم عرض خاص على 3000 دينار. هاي كل على 3000 دينار. هاي مسوين بيها عروض. شوف هنا خالك نسائي أطفال منزلي. ما تجي تصعد هنا هاي هنا غالبيتها للأطفال. شوف عندك هذا الروب مع الأطفال على 10000 دينار. عندك هاي التراكات. طبعا هاي
وهاي فوق النوعيات اللي معروضة والأسعار 7000. ما عندك هذا 5750، يعني تقريبا أزيد شيء عنده على 10. هاي بالنسبة للتراكات أزيد شيء تقريبا عنده على 10000. أزيد شيء عنده 10000 دينار. هاي هنا القماصة، هاي كلها قماصة، بس خلنا نشوف الأسعار مالتها. مثلا عندنا هاي 10000، زين عندنا هاي بيش 13000، عندنا هاي طبعا اريد اشوفكم الاسعار، هاي تقربت 12000 تقريبا، ما عنده قمصالة عمر او عنده من ال 15 هيك شي. هاي ب 14000، هاي ب 14000، زين. وهاي النوعيات اللي موجودة اللي قلت لكم عليها اللي صورتها من بعيد، شوف مثلا هذا بيش 11000، هاي كلها نوعيات موجودة عنده، بادية من الصفرة وانتم جايين اللي جاي. طبعا هو بس لونين موجودات، بس ديكة بيها ألوان، هي والفوقاها السود. طبعا هذا يلبس من سنة لحد الثلاث سنوات هيك تقريبا، أقوى شيء ب10000 دينار عنده. شوف هاي كلها نوعيات عنده، مثل ما جاي تلاحظون، وكلها ألوان مختلفة ونوعيات مختلفة. شوف مثلا عندنا هذا، هذا وين السعر مالته؟ شوف هذا 9000، زين. وانت رايح للأخير كلها نوعيات وألوان. تجي هنا تلبس طفلك، تلبس مرتك، تلبس نفسك، وحتى على 3.5 عدهم احنا نقول نسميه شعبي، زين. شوف هذا 3.5، هذا على 3.5 وألوانه، يعني الألوان بها، هذا على 5000 دينار. هاي بسهم يعني ما النوم أو هيك شيء. هذا وين سعره؟ 5.5، هاي كله على 5 وعلى 3000 دينار، اللي يصير بالنص. عنده هاي أحذية مال أطفال حديثين الولادة مال عمرهم سنة، وهمين أسعارها 5.5، 6، يعني كلها 6.5 إلى 5. هاي كل نوعيات وألوان. هلو مخاد مال أطفال، كلها مخاد مال أطفال، زين. موجود سعر عليها، بس سعرها ما يتجاوز 3000. هاي كلها مخاد للأطفال. نجي هنا هاي الحمالة، زين، حمالة مال الطفل، هاي مال حديث الولادة عندنا، زين. تشوف سعرها بأشباط، سعرها 3750. هذا اللي يصير المهم سعره 18000. هاي بالنسبة للمخاد هنا، شوف هاي المخاد اللي تعلم الطفل يقعد،
8000 دينار. زين عندك دني من هنا اللي يجي سيت كامل بالكارتونة، هاي كول سعره شقد؟ سعره 14000. عندنا دني الجنط اللي قلنا عليها، زين هي جنطة هي ما تطفيل، هي سعرها شقد؟ 21. زين هاي شوف كول، ها هذني مال هستو جاي العصابة وما اعرف ايش وهاي السوالف. زين هاي كلها منا اللي غادوا بي الوان، هواي شوف هاي الوانه، هاي الوانه. زين سعر اشقد؟ 4750. عند ذني مال طفل همين اشكال والوان بيش على 1000 وربع، هاي مال طفل. شوف هاي بيش بألف دينار. زين هاي كلها 1000 1000 وربع 1000 ونص اقماطات، اللي هاي اللي تخلوها على صدر عمود لا يوقعك. زين هاي كلها للأطفال. عند دني القماصة اللي نقول عليهم القطن، هاي النوعيات كلها موجودة. زين أرد أشوفكم النوعيات بالبداية والنوبة تقرب لكم على السعر. السعر مالتها يجي 12000 سعرها. زين هاي هنا هم الطفل شورت سيت ب 3750، شورتات مال أطفال سيت ب 3750. طبعا هاي هنا عنده بناطير، زين واسعارها هم حلوة ومناسبة على جميع انواع البناطير. شوف 12000. زين جميع بحر مال البناطير. زين هاي هنا هم عندك بناطير، زين وبجايم. زين هاي تراكات، التراكات هنا على 5000 مال الاطفال العفو. زين همين ما شاء الله هواية، هاي كلها تراكات مال اطفال. زين عدنا هذا كله على 5. شوف اريد اشوفكم الاسعار. عدنا هذا ما مكتوب سعره هم على 5. زين شوف هذا على 6000، هاي كلها منا للأخير. هاي كلها أسعار وألوان قياسات جميع قياسات الأطفال. هاي هنا هم قلت لك على 3.5، هاي الأسعار مالتهم، هواي أسعار. زين وهواي موديلات يعني ما تخلص، تجي هنا صدق من تقول ما تخلص الموديلات ما تخلص، والاسعار فهد شي خبر ما عنده شي غالي. زين هاي الاسعار وهاي الموديلات هنا هذا ب 4000 وربع. هاي هنا لأهل المدارس 5000 دينار، ما طول جاي برد. زين هاي هنا 4، يعني اسعاره حلوه. هاي هنا تقدر تلبسه جوا القميص البلوز، هذا ب 18، مو هو بلوز لو تراك، والله خلني اشوف، لا تراك هذا لان سعره شفته غالي 18000. هاي كلها تراكات. هنا دا يصعد موديلات هواي ما شاء الله، هو هواي ما يخ... عندك دني همين بديات قمصان، والاسعار مثل ما قلت لكم اسعاره مناسبه. هذا ب 12، طبعا هذا يصير هاي هنا عندنا هم البضاعه اللي قلت لكم عليها. زين فد شي مرتب
يعني مرتب ايش قد ما تتصورون. شوف هذا على 10 خامايه كلش حلوه، وقتهم منا للاخير شغلات حلوه ومرتبه. شوف هسه هذا زين يخبط، هذا هم حلو كلش حلو زين، هذا هم على 9 فشي حلو. واي موديلات عده يعني مال الاطفال هواي عده وما يخلص ما شاء الله. شوف عده هذه موديلات هنا حلوات ومرتبات زين، ايكون موديلات كل الوان حلوه والخامايه مالتها ضخينه يعني الدفي شيء مرتب. كلها نوعيات كلها شيء حلو زين. شوف هذا 6000 دينار خامايته ضخينه شيء حلو ومرتب. وهاي هنا همين امهات الميكي ب 8000 دينار. هنا قسم البنات يعني كله بناتي، هذا هنا كل شي تريدونه بناتي تطلبونه. هاي بالنسبة للتراكات يعني قلت لكم ماكو شي يعبر العشرة. هاي كل هتراكات، شوف هاي عندكم منهم كل هتراكات. هاي كبناتيات عندهم فساتين يعني هو همين كل شيء مكتمل للبناتي. هاي منان الأحذية منان واللي جاي، هاي كلها أحذية بناتية وأسعارها أسعارها هم 10 12 15 زين. هاي كلها وهاي اللي قلت لكم عليها البنات. هاي منها هم كلها بناتي بالأسعار. شوف 7.5 الأسعار مالته كلش حلوة. شوف هذا 7.5 هاي كلها أسعار. هذا يصير فستان نفنوف شو تسمونه انتو سعره 20000. هذا هنا همين سعره 20000 بس هذا ضخيم كلش. هاي هنا تراكات مسوين بيها عرض خاص، العرض الخاص ب10000 دينار بس هذا الستاند. هذا تراك يجي كله على 10000 دينار كله على 10. حتى بجايم عندهم على 3500. هاي بجايم بناتية، هاي بس بجايم وجميع الألوان عندهم. وعندهم هنا عروض خاصة، هاي كلها يعني ولادية 5000 دينار و4000 دينار أشكال وألوان. حتى جنط ما سفر عنده وجميع القياسات عندنا وجميع الألوان. همين ما أعرف مكتوب سعر عادي. هاي سعره 25000. هاي كلها جنط وفد شي مرتب وحلو وقويات مو من دن العاديات. شوف مالتهن يعني كلش قوية مو من دن الطقطوقيات. هاي هنا كله اللي قلنا عليه وسعره 15000 وهواية نوعيات. هاي كلها نوعيات هنا إلى آخر المحل. هاي هنا هم متفاقات. شوف هذا على 7.5.
هذا 7:30.